أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فلاش الكان على أنفاس بريس. فلاش الكان هو موعد لتقريبكم من آخر أخبار الكان المقامة حاليا بالكوت ديفوار. يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم تحضيراته قبل مواجهة منتخب تنزانيا يوم الأربعاء على أرضية ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو انطلاقا من الساعة 6 مساء. كشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني لن يقوم بإشراك أي لاعب مصاب في مواجهة تنزانيا ولن يتخذ أي قرار إلا إذا كانت حالتهما البدنية تسمح بذلك، مع أخذ الحيطة والحذر من حدوث أي انتكاسة. يتعلق الأمر بثلاثي حكيم زياش وغانم سيس ونصير المزراوي. بلغة الأرقام، سجلت مباراة الافتتاح لدورة كأس أمم إفريقيا التي جمعت بين منتخبي الكوت ديفوار وغينيا بيساو حضور 36 ألف متفرج، فيما مباريات نيجيريا وغينيا الاستوائية عرفت حضور 36 ألف متفرج أيضا. أمام مباراة الرأس الأخضر وغانا سجلت متابعة 11,943 متفرج، فيما مباراة مصر والموزمبيق عرفت حضور 8,500 متفرج. اليوم تتواصل منافسات الكان بالكوت ديفوار بإجراء 3 مباريات: السنغال وغامبيا، الكاميرون وغينيا، والجزائر وأنغولا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية فلاش الكان. إلى اللقاء.